انا حابب بس ان انا اوجه لحضراتكم جميعا يعني كل مرة اخرى للقطاع الخاص المصري الوطني كل الشكر على تجاوبه مع الحكومة في القرارات اللي هتحصل ان شاء الله اللي بدأت فعلا في التطبيق وان شاء الله يتم تفعيلها بالكامل اعتبارا من يوم السبت القادم ان شاء الله على حد اقصى. ولكن اللي انا حابب ان انا اكد عليه ان انا يعني بالتوافق مع الزملاء من القطاع الخاص اتحاد الغرف واتحاد الصناعات توافقنا ان يعني لازم الاسعار دي هتبقى معلنة ومطبوعة ومكتوبة على اسعار المنتجات. الاهم ان يعني مشكورين ايضا تم التوافق مع السلاسل التجارية على ان يبقى هناك وفرة من هذه السلع ويبقى يعني يبقى هناك يعني تقريبا بدون هامش ربح للسلاسل التجارية في هذه السلع الاساسية اللي احنا اتكلمنا عليها ايضا. وان احنا ان شاء الله هتستمر هذه المبادرة في الفعالية والتطبيق طالما ان احنا بننفذ نفس الاجراءات مع بعض بقدر الامكان. فاحنا توافقنا على بعض الحاجات يمكن الدواجن بصورة مبدئية 3 شهور ولكن هتبقى ممكن تمتد، انما بقية الحاجات السلع الاخرى ان شاء الله لغاية 6 شهور على الاقل. وحنقعد بنقيم كل فترة الموقف علشان نقدر ان احنا نجبح كباح التضخم اللي موجود النهاردة في الدولة واحنا عارفين هذا الكلام. النقطة الاساسية اللي انا شددت عليها الدولة هتاخد بالاجراءات اللي هي بتعملها، بتعمل تيسيرات كبيرة جدا، اعفاءات بتحصل، تسهيلات في افراج عن البضائع والشحنات. في المقابل لازم يكون هناك تحكم في السلاسل المختلفة في توريد المنتج النهائي للمواطن، وبالتالي اي نوع من التلاعب هيبقى الدولة هتفعل كل اجهزتها الرقابية لاتخاذ كل الاجراءات ضد كل من هيكون ان هو بيتلاعب بصورة يعني غير عادلة في عملية الاسعار. مشكورين القطاع الخاص هيعلن الاسعار وتبقى واضحة، فبالتالي اي نوع من التزايد في الاسعار مش هيبقى مسموح به، والدولة هتعمل شؤونها في الحفاظ على الاسعار لهذه السلع الرئيسية ان شاء الله في خلال الفترة القادمة. انا مرة اخرى يعني بشكر حضراتكم وحابب ان انا أأكد الدولة المصرية احنا زي ما دايما كنا بنقول صحيح ان الازمات الكبيرة جدا اللي العالم النهاردة بيواجهها ومصر جزء لا يتجزأ من هذا العالم ازمات غير مسبوقة وازمات زي ما حضراتكم شايفين كل يوم في ازمة جديدة بتحصل وتحديات كبيرة جدا بتواجه العالم كله. وزي ما بؤكد لحضراتكم مفيش دولة واحدة النهاردة ما فيهاش هذه الازمات اللي احنا بنواجهها، جايز بتختلف حدتها من دولة الى اخرى على حسب قدرات كل دولة، ولكن ان شاء الله وباذن الله مصر قادرة باذن الله على تجاوز هذه الازمات والخروج منها، ولدينا الرؤية والخطط وشغالين عليها وبنطلع نتكلم لما بنكون فعلنا هذه الخطط وخلاص حطيناها موضع التنفيذ، عشان ان شاء الله لما بنعلنها بنكون بنعلن تنفيذ وليس مجرد رؤى. فعشان كده انا حابب ان انا أأكد ان شاء الله موضوع التضخم ده اللي بنستهدفه جميعا في خلال المرحلة القادمة عشان نضمن ان تبدأ يعني الضغوط التضخمية على العديد من المؤسسات وعلى المواطن المصري تبدأ انها تخف في خلال الفترة القادمة ان شاء الله. الحقيقة يمكن مرة اخرى في النهاية انا بشكر حضراتكم.